طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احب اشكر الدكتور ايمان ودكتور احمد بليدي على دعوتهم ليا النهارده وشركه فايزر. النهارده هتكلم على الامبريلا اوف نيموكوكال فاكسينز. شكرا. تمام. طيب، انا اخر مره كنت هنا وكنت في محاضره برضو في مؤتمر دكتور احمد بليدي. هنحاول كده نرفرش شويه ونحاول نصحصح شويه. فانا بحاول ان انا افتكر ابتدي حاجه جديده كل مره، ووعدتكم المره اللي فاتت ان احنا نبدا بالتوب نيوز اوف ذا ويك، وهبتدي بيها برضو المحاضره النهارده. توب نيوز اوف ذا ويك الغرض منها بصراحه ان احنا نحاول مش بس ان احنا بقى بنتلقى الخبر، لا، احنا بنحاول نبحث ما وراء الخبر او نعرف كمان اخبار تانية وازاي ننشط ذهننا واحنا بنشتغل واحنا بنحضر اي حاجة واحنا شغالين. في الحقيقة اول خبر عجبني الاسبوع ده يوم فبراير 9/2023 زي ما حضراتكم شايفين، ان الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس ابروفد ال 2023 تشايلد ادوليسنس ايمونايزيشن سكيدول، ودي حاجة قمة في الاهمية. وما اعتقدش، انا بصراحة اكتشفتها وانا بحضر للمحاضرة. ليه؟ لان في فيو ابديتس حصلت في الجدول، واتمنى ان حضراتكم كلكم تدوروا عليها. انا بس بحط كده توبيك وزي تيزر او زي حاجه تحفزكم شويه ان انتوا تقروا عن الموضوع. في ثلاث حاجات اتغيرت. الام ام ار حصل فيه ابديت، البي سي في حصل فيه ابديت، والكوفيد كمان حصل فيه ابديت. مش هقول لكم هم عشان تدخلوا تقروا عليهم، اند فيري امبورتنت تو كيب ابديت تو بي ابديتد على طول. النقطة الثانية، ودي حاجة يعني might be a little bit funny، بس الناس عندها constipation هيفرق معاها. vibrating pill for constipation now available. حاجة very innovative الصراحة، حاجة فيها innovation عالية جدا، ان هم اخترعوا new pill that can be swallowed by the patient and it can help relief the constipation. برضو لما تقروا فيها هتلاقوا ان التكنيك بتاعها is very advanced, how it can be used, ايه الانديكيشنز، ايه السن اللي ممكن تستخدمه فيها. وخلاص من يوم الاربع اللي هو برضو كان يوم فبراير 9 بقى البرودكت ده موجود في الماركت في امريكا، and it can be prescribed and approved by the FDA. التوبيك اللي بعديه long term exposure للسموك والتلوث، اكتشفوا ان هو طبعا بيليد لريسك اوف ديبرشن ليتر ان لايف، واعتقد ان كلنا خلاص عارفين الحكايه دي من التلوث، ودي برضو ستادي اتعملت الاسبوع اللي فات. ندخل في الموضوع بتاعنا. الديسكليمر طبعا ان ذس توك سبونسرد باي فايزر فاكسينز. الفاكس اللي هنتكلم فيها هبتدي الاول وريفرش الميموري كده عن نيموكوكال ديزيز. طبعا كوست اوف اورجانيزم هو ستريبتوكوكس نيموني، وطبعا في اكتر من 100 سيروتايب، ودي حاجه مهمه قوي حضراتكم لازم تبقوا عارفينها عشان تعرفوا الفاكسين كفرج بتاعنا عامل ازاي. موست سيروتايبس بتكوز الديزيز، فيو برودوس اونلي الكومبليكيشنز او الانفيزيف نيموكوكال ديزيز، ودي حاجه من رحمه ربنا علينا. النيموكوكال ديزيز بينتشر ازاي؟ طبعا اكيد حضراتكم كلكم عارفين، ميلي باي دروبلت انفكشن، دايركت كونتاكت ريسبيراتوري دروبلت بالكافينج والسنيزنج، وطبعا لو كان في اي انفكتد سيرفيس. وعشان كده مهم جدا ان احنا نحاول نعقم عيادتنا بصوره دوريه، او مش نعقم، خلينا نقول ان احنا ننظف عيادتنا بصوره دوريه بالادوات المتعارف عليها، خاصه سرير الكشف والمكان المحيط بيه اللي البيشنت بيدخل فيه. ويا ريت لو حضراتكم برضو على علم ان العيان ممكن يكون كارير لحاجه كونتيجس، ننصح الاهل ان هم لو الطفل سنه فوق 6 سنين ممكن يلبس الماسك، والاهل نفسهم لو حد عيان دايما ننصح يا اما واحد بس اللي يدخل، او لو اثنين هيدخلوا لازم الاثنين يبقوا لابسين الماسكات. طبعا children below 5 years وespecially children below 2 years I have increased risk of the disease. This is why pneumococcal vaccination دخل في معظم national immunization programs worldwide. ونقول عقبالنا كده ان شاء الله. طيب الانفكشن بيحصل ازاي؟ التايبس اوف انفكشن موست بروبلي بتبقى حاجات مايلد، لكن ممكن طبعا تحصل كومبليكيشنز ويبقى ليها سيكولي خطير. ممكن تبقى ساينوسايتس وتايتس ميديا، ممكن تبقى نمونيا لما تبقى مور سيفير، ممكن تعمل بكتيريميا، والالتيميت طبعا ان هي تعمل مننجيتس، وذيس از ذا موست سيريس انفكشن. البردن زي ما حضراتكم شايفين موست بروبلي او السواد الاعظم منه بيبقى في الاوتيتس ميديا، ممكن البكتيريميا بعد كده، واقل المننجيتس، وممكن لا قدر الله يؤدي الى الوفاه. الديزيز بردن الصراحه في امريكا، ودي اقرب استدي كانت في 2019، كان عندهم 2 مليون انفكشنز، كان 150 الف منهم هوسبيتالايزد و6000 ديث، وده رقم يعتبر كبير جدا ان كومباريزن للامراض الثانيه. ايه السيمبتومز الثانيه اللي ممكن تحصل مع النيموكوكال ديزيز؟ زي ما حكوا برضو عارفين موست بروبلي بتبقى نون سبيسيفيك سيمبتومز، وديبندز على التايب اوف انفكشن، بس يوجوالي معاها هيدك، فيفر، تشست بين، كف، اير بين، وديفيكلت بريذنج لو كان الموضوع سيفير. طيب ازاي تقدر تساعد البيشنت بتاعك؟ بصراحه انا عايز ارجع بيكم كده لورا لحد سنه 2000.
في حاجات حصلت كتير قوي في سنه 2000. هحاول نرفرش اور ميموريز كده برضو مع بعض عشان نفوق من الكلام العلمي الكتير. سنه 2000 بيل كلينتون اباح استخدام الجي بي اس للمواطنين بعد ما كان الجي بي اس اونلي ريستريكتد للميلتري يوز. وطبعا دي حاجه من حسن حظنا لان احنا دلوقتي بنتوه في مصر الجديده. ومع ذلك this was another innovation بصراحه وفرق في حياتنا كلنا up until now. الحاجه الثانيه اللي ممكن تزعل الناس مننا ان الزمالك كسب الدوري سنه 2000 وكان هداف البطوله هو كابتن طارق السعيد. وبعد كده بالمناسبه هو كسب الدوري 2000 2001 2002 2003 و2003 2004 بس عشان المشككين. الحاجه الاهم بصراحه هو البريكنج نيوز اللي حصلت سنه 2000 ان الاف دي اي ابروفد البي سي في 7 فاكسين ابروفد اليوزج بتاعه كان ينزل لاول مره في الناشونال ايميونايزيشن بروجرام سبيسيفيكلي في امريكا. وبعد كده هنفاست فورورد بقى 10 سنين قدام. ايه اللي حصل بعد 10 سنين؟ ايه اللي حصل بعد 10 سنين؟ لا الزمالك ما كسبش الدوري السنه دي، حد تاني فريق كده بيلبس احمر. المهم حصل ايه في سنه 2010؟ حصل ان البي سي في 10 بي سي في 13 نزل. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا الانوفيشن برضو اللي حصل بعد ما كنا بنقرا الاخبار في الجرايد 2010 طبعا بقينا نقراها على الموبايل. البي سي في 13 نزل او سبيسيفيكلي بريفينار. وهنحط بقى ايدينا على اول بوينت مهمه جدا ان في 2010 الاي سي اي بي او الادفايزري كوميتي اوف انيزيشن براكتس they approved the transition من PCV 7 للPCV 13 في كل روتين vaccination schedule. ودي حاجة very very important وحاجة كانت سابقة الصراحة تحصل في سنة 2010. الحمد لله في وقتها لما نزل 13 سيرو تايب في الفاكسين قدر يأثر بشكل إيجابي جدا على الكوفريج بتاع النيموكوكل ديزيز. ودي السلايدز اللي أنا هوريها لحضراتكم بقى بعد كده. التايبس بتاعت PCV vaccines عشان تبقوا برضه عارفينها PCV 10, 13, 15 و 20 دول conjugate vaccines. البوليساكرايد فاكسين زي ما حضراتكم اغلبكم سمعتوا عنه هو البي بي سي في اللي هو ال 23 وده طبعا بره الاستخدام بتاعنا الى حد كبير. موست بروبلي ما بنستخدموش احنا كبيدياتريكس الا في حالات فيري فيري سبيسيفيك. البي سي في 13 زي ما حضراتكم شايفين في 13 نوع من السيرو تايبس حضراتكم عايزين تحفظوهم. 15 في هم زائد عليهم 22 اف و33 اف. بي سي في 20 نفس 15 وزاد عليه الارقام اللي بعديها. بي سي في 23 does not contain 6A و19A and this is one of the major points اللي احنا برضه هنستريس عليها لان دول most commonly caused of organism caused of سيرو تايبس وموست dangerous سيرو تايبس. طيب اللي مش هيعرف يحفظ السلايد دي هيشوف السلايد دي الكفرج بتاعت كل البي سي في فاكسينز. اللي مش واضحه بالنسبه له دي برده نفس الكفرج. واللي مش واضحه بالنسبه له مش مهم خالص لان احنا ما عندناش اصلا غير بي سي في 13 اللي موجود في الماركت دلوقتي. طيب الداتا ديمونستريتنج الامباكت بتاع البي سي في فاكسينز ليه بنفاكسينيت اجينست نيموكوكل ديزيز. في الحقيقه هنبص قبل النيموكوكل فاكسين ما ينزل وبعد لما نزل. قبل ما ينزل كان 30% من الانفكشنز اللي بتحصل بالنيموكوكل ديزيز كانت للاسف بتبقى ريزيستنت للانتيبيوتيك. لكن لما هنيجي نشوف عند سن 0 ل 4 سنين للاسف دول كانوا اكتر الناس افكتد. لكن لما هنشوف هنا لما حصل انتدكشن للبي سي في 13 اراوند سنه 2010 حصل نقول ايه significant reduction للحالات بتاعه الريزيستنت انفكشن بنسبه 97%. وده رقم خرافي ان يحصل حاجه زي كده. طيب الامباكت بتاع النيموكوكل فاكسينز هنتكلم في ثلاثه بوينتس وهم دول اللي يهمنا حضرتك تكونوا عارفينهم. اول حاجه الريدكشن بتاع الانفيزيف نيموكوكل ديزيز. وبالمناسبه الانفيزيف نيموكوكل ديزيز هو المننجايتس هو البكتيريميا هم دي الحاجات الموست سيريس اللي احنا بنخاف منها. الريدكشنز ان نمونيا والريدكشنز ان كيسز. اول حاجه انا بصراحه ما حبيتش احط سلايدز كتيره زي برضو ما احنا متعودين دايما في التوكس بتاعتنا احنا بنحاول نحط الاقل ما يقل ودل زي ما بنقول في اليونايتد كينجدم عشان ات ويل بي فيري ريليفنت سبيشلي كمان ان الداتا بتاعتها بتريبريزنت هيوج تايم فريم. بنتكلم من سنه 2001 لسنه 2013 2014 زي ما انتم شايفين الانترودكشن بتاع البي سي في 7 اوريدي عمل طفره لكن الانترودكشن بتاع البي سي في 13 عمل طفره اكبر كمان من كده بكتير. في يونايتد ستيتس برضه نفس الكلام الكيسز اوف انفيزيف نيموكوكل ديزيز ديو تو سيروتايب 6A which is طبعا the most widely spread سيروتايب حصل فيها significant decline
قبل introduction بتاع او خلينا نقول بعد introduction PCV 7 لكن it was very significant بعد introduction بتاع PCV 13. في England وويلز نفس الكلام بس برضو serotype 19A و serotype 19A برضو بيعتبر من the most serious serotypes. شايفين برضو الديكلاين حصل قد ايه مع PCV 13. وخلي بالكم احنا دايما بنتكلم على الايج جروب اللي هو ما يخصنا احنا اكتر في الاطفال اللي هو بنتكلم السكول ايج او البري سكولرز ان سبيسيفيك. اوروغواي الهوسبيتاليزيشن بتاع الكوميونتي اكوايرد نمونيا قل برضه سيجنيفيكنتلي بعد الانتدكشن بتاع نيوكوكل فاكسينز سواء بي سي 7 او 13. وزي ما حضراتكم شايفين هنا الرقم برضه كان كبير جدا قل بنسبه 95% والارقام دي لا يستهان بيها. انت بتتكلم في اولموست كومبليت ايراديكيشن او مش ايراديكيشن يعني احنا بنشيل لود كبير قوي من على البيشنتس وعلى الهيلث كير سيستم. ارجنتينا نفس الكلام برضه على الكوميونتي اكوايرد نمونيا هتلاقي الرقم نزل سيجنيفيكنتلي بري PCV 13 و post PCV 13 هتلاقي في فرق شاسع جدا هتلاقي برضو 51% reduction below 5 years after PCV 13 introduction. الليموكوكل isolation من الميدل اير ودي كانوا بيعملوها بال either بالاسبريت او بال بيعملوا زي تيمبانوستومي وبيسحبوا منه الاسبريت من الاير فلودز او الافيوجن. وجدوا فيه ان 50% reduction after PCV 13 introduction للفاكسين. برضو الريتس اوف اوتيتس ميديا بعد سنه 2010 حصل فيها رابيد ديكلاين. انا عارف ان مع بعض حضراتكم وانا شخصيا وانا بحضر المحاضره في كلام برضو مش doesn't make sense بالنسبه لنا قوي. طبعا للاسف احنا ما عندناش سترونج داتا تسابورت فكره الايزوليشن بتاع الاورجانيزم او التايب اوف كوست اوف اورجانيزم اللي احنا بنقوله. وزي برضو ما كانت اول محاضره بتتكلم دكتور احمد والبانل اللي كان موجود بيتكلموا على الفارنجايتس والثروت انفكشنز وازاي تقدر تتقصى الحقيقه وتفكر دي فايرال ولا بكتيريال وتحاول كلينيكال سنس بتاعك يتحسن باي اكسبيرينس يوم عن يوم. في الحقيقه احنا ممكن نكون مش مقتنعين بريت الاوزايتس ميديا لان يوميا لو بيجي لحضرتك 10 حالات في العياده كل يوم مش اقل من اربعه منهم هيبقى عندهم اوزايتس ميديا وغالبا الاربعه بيبقوا فعلا متطعمين. بس هل انت تعرف سبب كوز اورجانيزم ايه؟ اي هايلي داوت. بس الفكره كلها ان انت في ستاديز بتروف ان انت حتى مع العدد اللي بيجي لك ده وعدد الحالات الانفكتد تخيل انت لو مش بتطعم هيبقى العدد عندك عامل ازاي. وتقدر تشوف الريت ده في الاماكن الاقل حظا اللي هم ما بيقدروش يطعموا البي سي في فاكسين وتقدروا تقارنوا بين الارقام هنا وهناك. طيب ان مكوكل فاكسينيشن ريت للاسف طبعا اتاثر بالكوفيد والستادي دي برده كانت في 2020 بعد الكوفيد بشهور قليله جدا ان نزل ل 82% بعد ما كان كسر ال 95 وللاسف الريت ده مكمل 2020 2021 و2022 ابتدى الريت يزيد تاني شويه لوصل 93% لكن اقل حاجه وصل لها 82 ودي كانت طبعا فيها مشكله كبيره. فبليز whenever there is an outbreak طالما الاوفيشلز ما بيقولوش ان احنا نوقف تطعيم محدش يجتهد ويوقف التطعيم. ولو تقدر تعمل تابلاي مور ستريكت مانوفرز او مور ستريكت بروسيجرز عندك في العياده او في المكان اللي بتطعم فيه يا ريت وتكمل برده الفاكسينيشن سكادول بتاع البيشنت بتاعك. الدوزج بتاعه ودي اعتقد من الحاجات اللي ممكن تهم حضراتكم. الانفنتس من 6 شهور من 6 اسابيع لحد 6 شهور الجدول بتاعه اغلبنا حافظه ولكن في بنسميها برايمري سيريز نوعين في ال 3 دوز برايمري سيريز وفي ال 2 دوز برايمري سيريز. انا عكفت على اني اعمل كليب ارت كده صغير اسهل لحضراتكم دي عشان لو حد حب يصوره. من 6 اسابيع ل 6 شهور احنا بنطعم ايذر 3 بلس 1 او 2 بلس 1. 3 بلس 1 ميننج ان الطفل بيبتدي تطعيم البي سي في من عند سن الشهرين وبعدين فرق بعد شهرين بياخد عند 4 شهور بعدين عند 6 شهور. البلس 1 هي البوستر دوز المقصود بيها من سن 11 شهر فما فوق 11 يجري ل 15 شهر. اما ال 2 بلس 1 هي بتبتدي برضو عند الشهرين وبتتاخد عند 4 شهور ويبقى البلس 1 البوستر دوز بيبقى بعد الطفل بيتم السنه. اما البري تيرم انفنتس كل الاستاديز بتقول ان الاطفال البري تيرم من سن 28 اسبوع ل 36 اسبوع اتس توتالي سيف ان انت تطعم الاطفال دي بنفس السكادول اللي احنا ماشيين عليه بالنسبه للفول تيرم انفنتس. اما الاطفال اللي هم بيبتدوا التطعيم متاخر شويه عند 6 شهور الى 24 شهر ممكن بنمشي على ال 2 بلس 1 برايمري سيريز او ممكن بنمشي على ال 2 دوزز برايمري سيريز اللي هم بيتاخدوا برضو فرق بينهم شهرين. اما الاطفال اللي هم سنهم اكتر من سنتين ريكومندد دوزج بالنسبه لهم هي 1 سنجل دوز. طيب في ميديكال كونديشنز ريسك فاكتورز طبعا دي حاجات اساسيه يعني لو حد فيكم مش بيشتغل جامعة بيدياتريكس هيبقى مور اوير بيها طبعا ان الناس اللي هم عندهم ريسك كونديشنز زي الكرونكويد ديزيز او سيكل سيل او اسبلينيا دي طبعا من الفيري فيري سترونج انديكيشنز ان انت تدي البي سي في.
ال HIV chronic renal failure. This is one of the very important indications لل PCV coverage. في العيادة من الحاجات اللي تهم حضرتك تعرفها طبعا روت اوف ادمنستريشن، تطعيم بيتاخد انترا ماسكولر، تطعيم بيتاخد في الانترولاترال اسبيكت اوف ذا ثاي للاطفال اللي هم الصغيرين، ممكن الاطفال لما بيكبروا شويه او تووردز التين ايج ييرز او الادوليسنس ممكن التطعيم بيتاخد في الدلتويد. طيب ايه اخبار الكونكومتنت ادمنستريشن؟ نتكلم بقى كلام براكتيكال 100%. الطفل اللي بيتطعم بي سي في فاكسين ممكن يتطعم معاه ايه؟ ايه من التطعيمات دي ينفع يتطعم معاها وايه ما ينفعش؟ في حاجه من دول ما ينفعش يتطعم معاها؟ الاجابه ان الطفل ممكن يتطعم كل التطعيمات دي مع بعض، وده بيزد على الانسرت ليفلت اللي موجوده جوه التطعيم ذات نفسه، عشان لو حضراتكم حبيتوا تدبل تشيك ذس از بي دي اف كوبي من الانسرت ليفلت اللي موجوده جوه التطعيم. وعشان اختصرها لكم، كل البريفيسلي منشن فاكسينز ار سيف تو بي جيفن كونكومتنتلي مع البي سي في 13، ومفيش انترفيرنس في الايميولوجيكال ريسبونس لكل الفاكسينز اللي بتتاخد مع بعضها مع البي سي في فاكسين. اللهم الا حاجتين. اول حاجه الاي سي دبليو واي التيتانوس توكسويد، الاستديز اثبتت ان احنا اتس بريفربلي او يفضل ان احنا نفرق ما بينه وما بين البي سي في 13 اتليست 4 ويكس ان بتوين. اما بالنسبه للانفلونزا فاكسين والدي تي اي بي فاكسين، على قد ما هم بيحذروا ان ممكن لو اتاخد معاهم البي سي في يعمل فيبرايل كونفولجنز، ولكن كاتبين سطر تحت مهم قوي ان لو في حتى ريسك الفيبرايل كونفولجنز وانت مزنوق في جدول التطعيمات بتاع الطفل مفيش مشكله انت تطعمه. يعني this is not considered as a contraindication ان انت تطعم التطعيمين مع بعض. طيب last but not least ال on ground presence، مهم جدا لما نكون بنتكلم على اي product صراحة ان انت تعرف تواجده في العالم كله عامل ازاي. زي ما كنا بنتكلم على studies worldwide، يهمنا نعرف مدى التراست بتاع البرودكت ده في العالم كله. الخريطة دي بصراحة مبهرة بالنسبة لي انا شخصيا. ال PCV 13 موجود يا جماعة في 138 دولة حول العالم، رقم كبير جدا جدا ان 138 دوله بتثق في الفاكسين ده، وان سبيسيفيكلي او اكسكلوسيفلي موجود في 132 كونتريز وورلد وايد. يعني هو الاوبشن الوحيد، مش كمان تو اوبشنز. دي ان كانت تدل على شيء فهي تدل على الافيكاسي الافكتنس بتاعت الفاكسين والسيفتي بتاعت الفاكسين، ودي كانت اهم حاجه بصراحه تهمني ان حضراتكم تعرفوها النهارده. اند ثانك يو فور يور اتنشن.